في لعيب عندها خبرات كبيره هتقدر تقف في التوقيت ده وقفه كويسه ووقفه جاده عشان تستعيد المسار. وفي دور مهم جدا اتعمل في قطاع كرة القدم الفترة الأخيرة للتحضير للموسم بشكل عام، وجات صفقات على أعلى مستوى، وبالتأكيد نتاج هذا الشغل مش هيظهر في هذه المباراة ومش هنقيمه في مباراة، لأن بالتأكيد لسه عندنا مشوار طويل. وإن شاء الله بإذن الله الشغل اللي اتعمل بكل جهد وكان فيه يعني جهد مبذول بشكل كبير جدا هتكون نكمل فيها، ما كملش فيها وزيها زي أي بطولة سابقة. لسه عندنا بطولة الدوري العام، لسه عندنا بطولة الكاس، تحدي كبير جدا السنة دي تحديدا. والتحدي ده الوحيد اللي واقف في صف النادي الاهلي بشكل قوي جمهور النادي الاهلي، ان عارف مصلحه فرقته ازاي الفتره الجايه. الجهاز الفني واللاعبين اكيد عندهم مهمه فنيه مهمه جدا خلال الساعات القادمه، ازاي هيتعامل مع الملفات دي، وازاي هيتعامل مع مباراه مصر المقاصه في الدوري، وازاي هيتعامل مع مباراه افريقيا. واللعيبه مش محتاجه اي نصيحه او مش محتاجه اي كلام مننا، لان عارفه ايه المطلوب منها في مباراه العوده او ايه اللي مطلوب منها المرحله الجايه. في لعيبه عندها خبرات كبيره هتقدر تقف في التوقيت ده وقفه كويسه ووقفه جاده عشان تستعيد المسار. وفي دور مهم جدا اتعمل في قطاع كره القدم الفتره الاخيره للتحضير للموسم بشكل عام، وجات صفقات على اعلى مستوى، وبالتاكيد نتاج هذا الشغل مش هيظهر في هذه المباراه ومش هنقيمه في مباراه، لان بالتاكيد لسه عندنا مشوار طويل. وان شاء الله باذن الله الشغل اللي اتعمل بكل جهد وكان فيه يعني جهد مبذول بشكل كبير جدا هتكون نتيجته ان شاء الله ايجابيه خلال المرحله القادمه. الدوافع الفترة الجاية مهم جدا ان احنا نتكلم عليها، لان الدوافع والمطلوب مننا كإعلام او من جمهور هيظهر خلال الفترة القادمة مع اللعيبة في المباريات الحاسمة. مباراة مصر المقاصة مباراة ما تقلش أهمية، ثلاث نقاط مهمة، وعايز اربط الروح والدوافع اللي كانت موجودة في مباراة الاتحاد السكندري وكلنا فرحنا بيها بشكل كبير جدا لكن افتقدناها في مباراة سان داونز، ما تروحش مننا، لان الروح روح الاهلي وروح الفانيله الحمراء في الدقيقه 90 واللي كلنا اتكلمنا عليها بعد هذه المباراه مباراه الاتحاد السكندري كانت مهمه جدا في الفتره الجايه، عشان نعرف الناس برضو ان في نفس الوقت اللعيبه لو قد اخفقت في مباراه اكيد ان شاء الله روح الفانيله الحمراء هيكون لها دور كبير جدا مع اللعيبه في المباريات القادمه. واللي حصل في مباراه الاتحاد السكندري او في مباريات سابقه ان شاء الله هيكون لها رد فعل ايجابي في المباراه القادمه.